نشرة الواحدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: انطلاق انتخابات تجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى المجالس الشعبية الولائية في ظروف تنظيمية جيدة استكمالا لمسار البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة. بمشاركة الجزائر، انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا وفي جدول الأعمال تعزيز الأمن الغذائي وملفات تتعلق بالسلم والأمن والحوكمة في القارة. وحركة صناعية نموذجية تشهدها وحدة إنتاج مشعات التدفئة المركزية بسقهراس ومشاريع تنموية وحيوية تتدعم بها دائرة برج عمر إدريس بولاية إليزية. والآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. في المستهل، انطلقت اليوم على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة. هذا ويقوم السيد رئيس الجمهورية
وفقا لصلاحياته الدستورية بتعيين أعضاء النصف الثلث الرئاسي من بين الإطارات والكفاءة والشخصية الوطنية مباشرة بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات. ومن مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات معنا على المباشر الزميل وليد زروق. وليد أهلا بك، هل من معطيات جديدة عن سير العملية الانتخابية التي انطلقت هذا الصباح وبمختلف ولايات الوطن؟ مساء الخير إليك وإلى المشاهدين الكرام. إذن محطة انتخابية أخرى تقف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ألا وهي التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. العملية التي انطلقت منذ الصباح على مستوى مختلف الولايات الوطن، وحول مجريات هذه العملية وكيف تسير أسعد باستضافة السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مرحبا بك سيدي معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حبذا لو نتعرف على العملية كيف كانت تسير، أول الإحصائيات التي وصلت إليها السلطة من حيث عدد المشاركة ونسبة المشاركة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، أطلعكم على نسبة المشاركة على الساعة الواحدة بالضبط، هي 54.89%، بالطبع بنسب متفاوتة من ولاية إلى أخرى، لكن المعدل الوطني فيه 54.89%. عندنا كل المكاتب مفتوحة ومؤطرة، كل المكاتب يعني عددها كما تعلمون هو 101 مكتب، والمراقبين ممثلين للأحزاب يعني اللي حاضرين اليوم، العدد نتاعهم اللي معينين 390، اللي حضروا اليوم 252، يعني بنسبة 64.61%. هذا أنا باش نتذكر فقط، هذا راه يمثلوا المترشحين، هذا المراقبين باسم المترشحين، معناتها راهم موجودين في كل المكاتب يعني، والعدد نتاعهم من 390 راه 252، يعني بالأقل كاين 2.4 مراقب في كل مكتب. وراكم شفتوا كي حضرنا العاصمه في الزياره، راكم شفتوا يعني المراقبين كانوا 5 ولا موجودين في 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 في, 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 في المكتب. هذه يعني المعطيات العامه. عدد الوكالات، عدد الوكالات يعني من ضمن اذن 27151 يعني هيئه ناخبه، كاين 27 وكاله، هذا ايضا مؤشر إيجابي جدا، لأن عادة في الماضي الوكالات كانت مسرب لأمور غير إيجابية دائما، ولكن نسجل بين 27 وكالة فقط وكلهم محصورين، لأن القرار اللي خذاه رئيس السلطة إلا ليكون مصاب بفيروس كورونا ويعالج في منزله بشهادة من طبيبه المعالج، أو يكون بمستشفى لأي مرض كان، ولكن يكون بمستشفى. ما عدا هذا كل المنتخبين مجبرين على أداء واجبهم الانتخابي بتصريح القانون، الانتخاب إجباري، وبالتالي 27 وكالة مؤشر إيجابي جدا. شكرا سيد محمد شرفي. فيها نقطة أخرى، العملية شهدت نوع جديد كنظام انتخابي كتجربة، وكانت العاصمة هي الولاية النموذجية لطرح هذه التجربة وهي الانتخاب الإلكتروني. كنت قد وقفت على العملية بالعاصمة، ما الهدف من هذه التجربة وهل يمكن تعميمها مستقبلا؟ بارك الله فيك سي وليد. احنا انطلقنا اليوم رسميا وواقعيا في تجسيد المخطط الاستراتيجي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للبلوغ في الآفاق
متوسطة المدى على الأقل للوصول إلى التحكم في الانتخاب الإلكتروني. ولكن نمشيو خطوة بخطوة. الخطوة تاع اليوم كانت تكمن في التسجيل الإلكتروني للمصوتين معناتها بالبطاقة الإلكترونية تاع كل مصوت، يعني يسجل ويمضي بالبصمة تاعو إلكترونيا، يعني وهذيك البصمة كذلك لما يكون عندنا كل مكاتب التصويت مجهزة بالتجهيز، يعني أي إنسان يوضع البصمة تاعو يتخرج في أي مكتب كان راه مسجل فيه ولا لا، يعني محاربة هذيك الازدواجات. يعني وهذه العملية في حد ذاتها يعني تقتصدنا إن شاء الله في الوقت، وتقتصدنا في الإمكانيات المادية، وإن شاء الله تجعل من الآلة لما كانت تساعد الإنسان في توفير الجهد البدني الآن أصبحت تساعده في الحفاظ على أخلاق الانتخابات، لأن بهذا الوسائل اللي راح نوضعها يكون يعني النزاهة والشفافية والمصداقية، يعني إجراءات. والإجراء الثاني اللي درناه في العاصمة كعمل يعني احترازي لمحاربة أي ميول نحو الغش أو نحو الاستعمال بالفاس. هذه العملية درناها في الجزائر كلها، مع بعض إن شاء الله نروح ونتصلوا ببعض الولايات تسجلوها وتبثوها للمواطنين فيما بعد. يعني الإنسان لما يدخل يوضع البورتابل نتاعو، ثم رئيس المكتب يتأكد بأن الظرف فيه البلتان دو فوت، لأنه كانت هذه وسيلتين كانت مسرب من مسار تغذية السوق اللي راه يتكلموا عليه المواطنين، السوق الدلالة كما نقولوا. الحمد لله بهذه الإجراءات يعني استطعنا باش نوضعوا لها حد، يعني بهذا الإجراء الانتخاب اللي يخرجوا اليوم من الصندوق هم الذين حقيقة إذا السلطة ستقع عليهم الناخبون بكل نزاهة. إذا السلطة دائما تتوجه نحو بخطوات جديدة نحو مكافحة العدم الاختراقات التي تعرفها الانتخابات سابقا. نشكرك سيد محمد شرفي على كل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، إذا نسبة المشاركة وصلت إلى 54.89% فيما يخص الانتخابات أعضاء مجلس الأمة. نبقى نرافق هذا الحدث هنا من مقر مركز السلطة الوطنية للانتخابات، نترككم إلى حين. وليد زروق، كنت معنا مباشرة من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شكرا جزيلا لك. هذا وكان لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي متابعة لسير عملية نموذجية لنظام الانتخاب الإلكتروني، وذلك ضمن مجريات انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث كانت العاصمة ولاية نموذجية لهذا النظام الانتخابي الجديد، وهو ما تعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تطويره واعتماده مستقبلا كنظام يحقق مزيدا من المكاسب الديمقراطية. وعن مجريات عملية انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة تنضم إلينا الزميلة باريزا جلامدا من ولاية تيزي وزو. باريزا أهلا بك، كيف هي مجريات هذا الاقتراع في ولاية تيزي وزو؟ السلام عليكم. تجري منذ صباحة اليوم الاقتراع للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة هنا على مستوى المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، حيث تم تخصيص مكتبين لهذه العملية. طبعا ما لاحظناه أن هذا سير في ظروف جد حسنة، ظروف معقولة. الإقبال كان يعني كبير، هي الناخبة قدرت بحوالي 1068 يعني هنا يعني ناخب، وكذلك قدرت بالنسبة للمجريات
هناك بصفة عامة تجري في ظروف جد حسنة لاختيار عضو يمثل ولاية تيزي وزو على مستوى مجلس الأمة. المعدل المترشحين قدر بثمانية، أغلبهم من القوائم الحرة، وواحد عن حزب جبهة القوى الاشتراكية. إلى حد الساعة كل الظروف مهيئة من طرف يعني المنسق الولائي هنا لحسن سير هذه العملية. العملية متواصلة إلى غاية يعني غلق مكاتب الاقتراع هنا على مستوى المجلس الشعبي الولائي. أيضا بالنسبة لنسبة الاقتراع قدرت إلى حد الساعة ب60%، وهذا ما يفسر أن هناك إقبال وإقبال كبير من طرف الناخبين. شكراً على بريزة. شكرا لك بريزة. الذي سيمثل نعم. شكرا لك بريزة. شكرا لك. في خبر آخر، وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة في أشغال القمة 35 للاتحاد الإفريقي التي انطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تحمل شعار تعزيز الأمن الغذائي والتعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية. ومن المنتظر أن تتناول القمة الملفات المتعلقة بالسلم والأمن والحوكمة والإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى التعاون الاقتصادي. بعد قرار رفع إجراء غلق المؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم غد الأحد، أطلقت حملة تعقيم وتنظيف واسعة بجميع ابتدائيات ولاية بشارة. الحملة جاءت بالتنسيق مع جمعيات وممثلي المجتمع المدني لضمان عودة التلاميذ وسط أجواء آمنة. وضمن المساعي الهادفة لبلوغ المناعة الجماعية، يقوم المركز الطبي للكشف والفحص للضمان الاجتماعي بحسين داي بالعاصمة يقوم بتلقيح المنتسبين للصندوق ضد الفيروس مع تقديم جواز طبي للملقحين بعد العملية مباشرة. المزيد مع حفصة غانية. المركز الطبي للكشف والفحص للضمان الاجتماعي بحسين داي يفتح أبوابه أمام المواطنين المؤمنين للتلقيح ضد فيروس كورونا. رضوان هو أحد هؤلاء، فقبل أن يتلقى الجرعة المعززة يتم فحصه أولا. جيت باش ندير ترازيام فاكسان، درت الأولانية ودرت الدوزيام رابيل دوبي مو سبتمبر، واليوم راني عاودت وليت باش نزيد ندير ترازيام فاكسان باش ما نخبيش عليك، باش نحمي روحي، نحمي مي بارون مي زونفون ما فامي. وبعد الانتهاء من عملية التلقيح يستفيد الملقح من جواز صحي يستظهره أثناء السفر إلى خارج الوطن. استفاد دونك من الخدمات الصحية على مستوى هذا المركز. المؤمن له اجتماعيا يقدم بطاقة الشفاء طبعا أو بطاقة الهوية، وعلى هذا الأساس نقوم بطباعة شهادة التلقيح مباشرة بعد نهاية عملية التلقيح بدون موعد في نفس اليوم في نفس الوقت اللي يتلقى فيه التلقيح. الوقاية خير من ألف علاج، فالتقيد بالإجراءات الوقائية والتلقيح أفضل طريقة للوقاية والتخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا. ولاية معسكر هي الأخرى تواصل عملية التلقيح، وذلك بالموازاة مع إطلاق حملات استدراكية وأخرى تحفيزية لحث المواطنين على التلقيح للحد من مضاعفات كوفيد-19. أبو بكر منصوري. تواصل مصالح الصحة لولاية معسكر وبالتنسيق مع مختلف القطاعات والشركاء حملة التحسيس بضرورة التلقيح للحد من متحورات كورونا، وهذا وسط إقبال واسع على مستوى الفضاءات الجوارية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين. درت الباكس الأولى ما زعما ما عندي والو، وين ندير في الدوزيام هذه ونطلب من الشعب هذا ويدير الباكس نتاعه به يكون امان. جيت ندير الثالثه ونون ما ضرتني ما والو، نلقحوا الجرعه الاولى والثانيه والثالثه، وندعو المواطنين للتقرب من هذه القافله اللي هي متنقله. مسينا جميع احياء وساحات مدينه معسكر. من هنا تكمن أهمية هذه الحملات التي جندت لها السلطات العمومية بمعية الشركاء الفاعلين كل الوسائل المادية والبشرية من أجل كسر سلسلة نقل العدوى حفاظا على صحة المواطن. العملية هذه تمت من خلالها توزيع العديد من المطويات
تضمنت مختلف الإرشادات والتدابير من خلال اتباع البروتوكول الصحي. يا معاشر المسلمين تداووا فإن لكل داء دواء، هذا مطلب شرعي، فيجب على كل مستمع جزائري ويجب عليه أن يأتي ويقوم باللقاح تاعه من أجل حماية نفسه ومن معه. الدولة يعني وفرت كل وسائل، وفرت اللقاح بكميات كبيرة، وفرت يعني جندت لكل أطر طبية وشبه طبية لقيام العملية، مع المواطن إلا يعني يزيد هو باش يحمي روحه وباش يعني الأمور حتى يعني من ناحية الاقتصادية الأمور تعود النشاط يولي ونولوا العادة نتاعنا، لازم الناس يكون إقبال تاع المواطنين. حملة التحسيس والتطعيم ضد متحورات كورونا في تواصل مستمر، ونجاحها مرهون بمدى استجابة المواطن بضرورة التلقيح بهدف الوصول إلى مناعة جماعية. عرفانا بمجهوداتهم وتضحياتهم طيلة جائحة كورونا وما قدمه الجيش الأبيض من تضحيات في سبيل التصدي للجائحة، كرمت السلطات المحلية لولاية البيض الأسرة الطبية ومنتسبي القطاع الصحي. في التنمية المحلية وفي إطار تسهيل الحياة اليومية للمواطن، مشاريع هامة تدعمت بها دائرة برج عمر إدريس بولاية إليزي، من بينها تعبيد الطرقات وبناء مستشفى جديد بسعة 60 سريرا وحصة معتبرة من السكن بمختلف الصيغ. إبراهيم بالخير. بعد سنوات من معاناة احتراء الطريق الرابط بين برج عمر إدريس وزاوية سيدي موسى، شرع في إعادة الاعتبار لهذا الشطر الهام من الطريق لفك العزلة عن مواطني هذه المناطق. الطريق هذه كانت مكسر عندها فترة، واليوم نستحسنوا خير، بداوا هذه الورشة تخدم، وإن شاء الله نتمنى وتكمل الطرق هذه ونتولوا الطرق واحدة ثانية منها طريق إليزي. عندنا عصرنا الطريق الوطني رقم 54 على مسافة 150 كيلومتر، ونسبة الإنجاز وصلت 80%. قمنا بعرض الطريق الجديد الذي كان يأمله سكان المنطقة، وهو طريق الذي يختصر المسافة والزمن من إليزي عبر وتامن إلى غاية برج عمر إدريس على مسافة 360 كيلومتر. مشروع المستشفى الجديد بسعته 60 سرير والذي رسل له غلاف مالي معتبر لاقتناء التجهيزات الطبية، مشروع سيساهم مستقبلا في الحد من التنقل المستمر للمرضى بحثا عن العلاج. والمستشفى تاني المستشفى راه قديم عندنا، ولكن كاين تقريبا راه نشوفوا في السلطات هذه المرحله الاخيره هذه اللي يجي يروح ليه يتفقدوه. المؤسسات التعليميه فيما يخص الابتدائيات كاين مشاريع جديده، ونتمنى ان شاء الله هذه المشاريع تكون بدراسه يعني مليحه، ماشي كما بكري متابعه تقنيه مليحه. بالنسبه لعمليه التجهيز سواء بالنسبه لمستشفى برج عمر إدريس ومستشفى إيناميناس، استفدينا ب رسم يعني السنه الماليه 2022 من عمليتين لتجهيز هاتين المنشاتين. كما استفادت برج عمر إدريس من حصة جديدة لسكنة بصيغة العمومي الإيجاري تتواصل بها عملية التهيئة الخارجية وربطها بمختلف الشبكات. في مجال الاستثمار الصناعي، يعد مصنع إنتاج مشعات التدفئة المركزية أحد أكبر المصانع بالجزائر، والذي دخل حيز الخدمة السنة الماضية ورفع تحدي الجودة والتنوع بإدراج صناعة قطع غيار السيارات ضمن أولوياته. ابتسام جاوي. خصص لإنجاز مصنع إنتاج معدات مشعات التدفئة المركزية رأس مال كبير منذ 2021، حيث بدأ تصنيعها بولاية سقهراس كأول مستثمر في هذا المجال على الصعيد الوطني. البرودوي هذا هو مع الناس اللي قاعدين نبورتيو، والسيد رئيس الجمهورية يقول لك المزمن نقص من البورتاسيون. أنا رحت للشيء اللي راهم نحتاجوه وقاعدين يجيبوا فيه من لاشين، من طليان، من فرنسا، كدش من دولة. منتوج ذو جودة عالية مصنع بصفة كلية بالجزائر. كلش كل جزائري، ما عندي حتى شيء امبورتاسيون الا ماتير بريمير سيلينغو، وباقي كلش هاو من هنا. ماذا بينا احنا اللي يكون غدوه ان شاء الله مادام عندنا جوجمون تاعو يجيو يشوفوا ناس خوين رجال اعمال كبار اللي يستثمرون في الشيء هذا، وعلاه نزيدوا نروحوا نستناو الكونتينر.
المصنع تخصص أيضا في إنتاج قطع غيار السيارات المطابقة للمعايير الدولية والتي يجد صعوبة في تسويقها بسبب الاستيراد. نخدم لي بيبدول بياس دو لوشانج تاع السيارات في الجزائر، نصنع حتى 30% من السيارات في الجزائر، وإن شاء الله حتى 50% وعلى إن شاء الله. صنع في الجزائر بولاية سوق هراس، أكبر فخر لهذا المصنع الذي رفع تحدي الجودة والتنوع بولاية حدودية. عقد المرصد الوطني للمجتمع المدني اليوم ندوة لمناقشة مشروع القانون التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات بحضور أساتذة وأكاديميين وممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج، وهذا عبر تقنية التحضر المرئي عن بعد. الندوة تهدف إلى تقديم مقترحات حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي للجمعيات وتعزز دور المجتمع المدني. في الشأن الصحراوي، جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في واشنطن، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الطرفين بحث أيضا المشاركة الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لتعزيز عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم ومشرف للنزاع في الصحراء الغربية. في الرياضة وفي كرة القدم، تلعب اليوم مباريات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وبرنامج هذه الجولة يكون على الشكل التالي: شباب بلوزداد، وداد تلمسان، اتحاد بسكرة، نصر حسين داي، هلال شلوم العيد، أولمبي المدية، مولودية وهران تستقبل مولودية الجزائر، فيما تواجه شبيبة الثورة أمل الأربعاء، في حين يستضيف فريق سريع غليزان نجم مقرى. إلى التذكير بالعناوين: انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى المجالس الشعبية الولائية في ظروف تنظيمية جيدة، استكمالا لمسار البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة. بمشاركة الجزائر، انطلاق قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، وفي جدول الأعمال تعزيز الأمن الغذائي وملفات تتعلق بالسلم والأمن والحوكمة في القارة. حركة صناعية نموذجية تشهدها وحدة إنتاج مشعات التدفئة المركزية بسوق هراس، ومشاريع تنموية حيوية تتدعم بها دائرة برج عمر إدريس بولاية إليزية. ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.